يا صباح الفل على كل مشاهدينا، مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان، وأهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم القهوة. النهاردة إن شاء الله هيكون معنا كذا فقرة بإذن الله، هنبدأهم مع بعض زي ما احنا متفقين إن القهوة في كل حلقة هتكون معنا من محافظة شكل. النهاردة حابب أكون في عروس البحر المتوسط، هنكون في اسكندرية، هنكون عند ضيوف النهاردة كده عند أجدع ناس. أنا اخترت اسكندرية النهاردة لسبب، احنا في أول حلقة لو تفتكروا احنا اتكلمنا عن الصعيد، فبدأنا بالجنوب وبعد كده نبدأ بأقصى الشمال الشمال. قلنا نبدأ باسكندرية النهاردة عشان الاسكندرانية بصراحة يستاهلوا. اسكندرانية ناس جدعان، اسكندرانية ناس كويسين، اسكندرانية أصحاب تاريخ. لو اتكلمنا في الأول عن اسكندرية، اسكندرية تاريخ كبير جدا. اسكندرية متأسسة في القرن الرابع قبل الميلاد، اللي أسسها طبعا اسكندر الأكبر، وفيها من الحضارات الكتيرة جدا، ومعظم الآثار الاسكندرانية اللي في اسكندرية موجودة في هناك، ترجع للحضارة الرومانية من أيام اسكندر الأكبر، أيام ما أسسها وبناها. وطبعا هو كان تأسيس اسكندرية في الأول خالص مبني على الطراز المعماري اليوناني. ولو تلاحظوا كده لما احنا نروح اسكندريه هنلاقي كل الاماكن القديمه هناك وكل العمارات القديمه الاثريه مبنيه على طراز يوناني قديم، وده راجع نتيجه التاثر بالحضاره اليونانيه والرومانيه اللي كانت موجوده ايام ما تاسست مدينه الاسكندريه. اسكندريه كمان لو احنا اتكلمنا عليها بنتكلم على معالم كتيره جدا. اسكندريه احنا لو اتكلمنا بنتكلم ان هي قصر المنتزه موجود في اسكندريه، قلعه قايتباي موجوده في اسكندريه، عمود السواري كان موجود في اسكندريه قبل ما يتهد زمان. غير الشواطئ طبعا، شواطئ اسكندريه معروفه جدا، احنا اول حاجه بنفكر فيها في الصيف هتروح فين؟ هتصيف فين؟ هنطلع نتفسح فين؟ اسكندريه اسكندريه اسكندريه. فاسكندريه مشهوره بحاجات كتيره جدا جدا. اسكندريه كمان لو احنا اتكلمنا عن الشخصيات المشهوره في اسكندريه على المستوى الثقافي، هنلاقي ان وزير الثقافه السابق فاروق حسني كان اسكندراني. على المستوى الفني كان موجود الموسيقار سيد درويش. في شخصيات كتيره جدا جدا اسكندرانيه موجوده. كمان اسكندريه على المستوى التاريخي كان ليها باع طويله جدا، باع طويل جدا جدا في مقاومه الاحتلال الفرنسي والانجليزي، كان ليهم مقاومة. عشان كده ترجع كلمة ان اسكندرانية دول اجدع ناس، اجدع ناس بسبب الكلمة دي على فكرة، بسبب الاحداث دي، لان هم كانوا واقفين وقفة قوية جدا في وجه الاحتلال، سواء الاحتلال الانجليزي او الاحتلال الفرنسي. مقاومات شعبية كانت كبيرة جدا، وكانوا كان ليهم دور مهم جدا ان هم في جلاء الاحتلال عن مصر. كمان على المستوى الفني الاسكندريه كمان اتغنى لها اغاني كتيره جدا شعبيه، وفيروز غنت شط اسكندريه، باقي الفنانين كلهم يعني بلا حصر، يعني الواحد ما بيتذكرش، غنوا الاسكندريه على المستوى الفني، وتغنوا بقى بجمالها وبشواطئها وبجدعنتها وبحاجات كتيره جدا 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 يعني. فانا حابب النهارده ان قهوتنا بمناسبه ان هي في اسكندريه، حابب اقول لكم صباح الفل لأجدع ناس، أجدع اسكندرانية. طيب ناخد أول مكالمة من اسكندرية. أيا محمد. صباح الخير أستاذ عون. صباح الفل. أخبار حضرتك إيه؟ أنت أخباركم إيه؟ أخبار اسكندرية إيه؟ بخير والله الحمد لله. يعني أنا بتابع حضرتك في بداية الحلقة، وحابب أشكرك على الكلام الجميل اللي أنت بتقوله عن اسكندرية. حبيبي. وهي فعلا تستاهل ان الناس كتير قوي يتكلموا عليها. يعني اللي قال ان هي عروس البحر الابيض المتوسط ده ما كانش بيقولها هباء كده، لان هي فعلا مدينه ساحليه عظيمه. بص انا هقول لك على حاجه، انا هستغل بس انك انت موجود معايا، وهستغلك كده انك انت اكيد ادرى مني باسكندريه. قول لي بقى، يعني هو ليه عشق مصر كلها؟ على فكرة اسكندرية دي معشوقة مش من اسكندرانية بس، اسكندرية دي معشوقة من المصريين كلهم. ايه بقى يعني ايه سبب الناس ما بتنجذب قوي لاسكندرية، بتحبها جدا ليها؟ الناس بتتعلق بيها شتاء صيف، ما لهمش علاقة بالمناخ على فكرة. ممكن الجو يبقى في عز الشتاء والدنيا تلج ومطرة وبتاع وتلاقي الناس راحت.
في الصيف برضو ملهاش علاقه يعني. فايه ايه سر تعلق الناس كده باسكندريه يعني؟ على فكره اسكندريه اساسا في الشتاء اجمل بكتير من اسكندريه في الصيف يعني. ده حقيقي تعلق الناس باسكندريه، ناسها ناس كويسين جدا، ناس جدعان. وان كانت في القاعده شوال طبعا، اي مكان بيبقى فيه حلو وفيه وحش، بس المكان بيبقى ليه انطباع الاغلب عليه ان هم ناس كويسين جدا، ناس بيعرفوا ازاي يكرموا ضيوفهم، ناس بيفهموا في الاصول والواجب. دي اكتر حاجه ممكن تشد الناس في اسكندريه. زائد ان مثلا المناخ بتاعها دايما بيبقى حتى لو في عز البرد فهو بيكون معتدل كويس جميل، بيستحملوا اي حد عادي جدا، مفيش مشكله. ده حقيقي. الاماكن اللي فيها اماكن جذابه جدا، اماكن جميله يعني تجذب اي حد. قول لي بقى يعني انا لو فكرت عربي اجنبي او كده، قول لي يا محمد انا لو فكرت اروح اسكندريه يعني تنصحنا ازور ايه؟ حضرتك الاول عندك صح عشان تلف الاماكن اللي في اسكندريه مكان هتتعب معايا. لا 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 انا معاك والله ما تقلقش. قول لي. مثلا طبعا من اشهر الاماكن الموجوده في اسكندريه قلعه قايتباي اللي بناها الملك ناصر بن كراون. مظبوط. القلعه دي بعد كده اصبحت من اقوى الحصون البحريه اللي موجوده على ساحل البحر الابيض المتوسط عموما. تمام. في برضه مكتبه الاسكندريه القديمه والجديده اللي اتجددت بعد كده في سنه 2002. تمام. يعني مكتبه فيها كل حاجه ممكن تحتاجه. يعني انا على حد علمي ان مكتبه اسكندريه فيها تقريبا فيها اكتر من 8 مليون مجلد وكتاب، صح كده؟ ايوه طبعا فيها اكتر من مليون مجلد. وبعدين انت كمان لو حبيت ان انت تبحث عن اي مجلد مش هتلاقي صعوبه ان انت تبحث عليه، لان كل حاجه مرتبه ومنظمه. يعني في مثلا فيها المكتبه ذات نفسها فيها القبه السماويه دي حاجه كده بتعيش فيها عالم من الخيال. يعني انا ما اعرفش حضرتك دخلتها ولا لا. يعني فيها عروض جميله جدا، يعني حاجه كده بتقنيه عاليه يعني بتشوفها وبتشاهدها اكنك عايش فيها. يعني فيها قاعه مخصصه طبعا عشان تعليم العلوم بشكل بسيط جدا للاطفال. لا هي عدد 15 معرض ممكن. هي مكتبة معرض الخط العربي ممكن والنحت ممكن تتخيله. في اماكن تانية برضه غير مكتبة اسكندرية، في عمود السواري قبل ما يتهد، وده كان من اضخم واشيد الحاجات الموجودة داخل اسكندرية. يعني كان بيجذب الناس الناس زي ما كانت تسمع عنه لكن ما شافوهوش، بيسمعوا عنه عايزين يشوفوه علشان عايزين يعرفوا ايه العمود المتميز بقوة بنيانه ده، يعني حاجة جميلة جدا. في برضو حاجه مثلا مقابر كوم الشقافه، المقابر دي حاجه كده تحفه معماريه عظيمه. نعم. عشان هي بتجمع بين حضارات كتيره جدا الثقافات القديمه، يعني هي تعتبر مزيج بين الفنون الفرعونيه والرومانيه والاغريقيه، يعني متخيل؟ طبعا مزيج جميل جدا. مقابر بقى وتماثيل وتم توسعها كمان مؤخرا برضو. بص انا هقول لك على حاجه، هو واضح ان احنا لو اتكلمنا كتير عايز كده مش هنخلص النهارده يعني. ف تحياتي ليك. انا قلت لك في البدايه يا حبيبي لا كده حلو قوي. تحياتي ليك ولاهل اسكندريه وصباح الفل عليك. صباح الفل من اسكندريه عليك يا استاذ عوني. صباح الفل يا سيدي، اتفضل. طيب هنرجع تاني وهنتكلم في ناحيه اقتصاديه مهمه جدا في اسكندريه. ماري الو، صباح الفل. صباح النور. ازيك يا ماري؟ صباح حوا اسكندريه. اخبار اسكندريه النهارده ايه؟ بما ان اسكندريه فهي صباح حوا اسكندريه وجمال اسكندريه. اخبار اسكندريه ايه النهارده عندكم؟ لا هو انا مش من اسكندريه بس انا عشت اسكندريه. اوكي تمام. او انت حاليا فين؟ اسيوط. احسن ناس. ميرسي. بما اننا بنتكلم عن اسكندريه وبما ان الفيسبوك الفتره دي يعني قلبان في ذكريات زمان ومدرسه ابتدائي، فاقول ان ايام زمان كلها كانت اسكندريه،
مهما كترت المصايف، مهما زادت القرى والشواطئ، صحيح هيفضل شط اسكندرية القلب. صحيح، ده مظبوط. احكي لي بقى يعني تجربتك مع اسكندرية ايه؟ تجربتي مع اسكندرية، اسكندرية كانت الطفولة بالنسبة لي، علشان كده بتمنى ارجع تاني، نفسي نفسي اروح لها تاني. فانا افتكر اسكندرية من ايام زمان، هي اسكندرية وكوبري ستانلي وشط المندرة والعصافرة. هي اسكندرية، اسكندرية جميلة في كل حالاتها، في كل حالاتها. كفاية انك اول بس ما بتعدي البوابات بتشم هوا البحر ازاي ما بتعرفش، ده حقيقي. يعني هواها في كل مكان. اسكندرية إيه، ولكن ما كانوش غنوا عليها ولا اسكندرية مارية. بص انا هقول لك على حاجه، زي ما قلت لمحمد اللي كان في المكالمه اللي قبلك، ان اسكندريه ليها سر انجذاب غريب كده، يعني ده حقيقي. تحس ان انت رايحه كده من غير ما تكوني عارفه سبب ان انت رايحه ليه، بس انت حابه تروحي. مش عشان ممكن تكون اسكندريه اجمل مدينه ولا اجمل محافظه، ومصر كلها حلوه ومصر كلها جميله، لكن حقيقي مظبوط. في اماكن معينه كده بتشدك من غير ما تعرفي لها سبب. هي اسكندريه مميزه بدي. هي عارف، هي بتحس ان هي زي حاجه زي لعنه الفراعنه، بس دي بقى مش لعنه، دي حاجه كده جميله. لا 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 لا، اسكندريه دي مش حاجه لعنه، كده جميله، بتلاقي نفسك مسيطر عليك من اسكندريه. ده حقيقي. يعني مهما لفيت، يعني عدت عليك الايام عايز ترجع، ازاي ما تعرفش بس انت عايز. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. قولي لي اخر مره زرت فيها اسكندريه كانت امتى؟ يا ده كتير قوي، كتير قوي قوي قوي، كتير كانت قوي قوي. تقريبا في 2008 9. ما بقول لك، يعني الموضوع صعب لما بيذكر اسمها، حته من القلب بتتاخد كده. يعني تقريبا اخر مره كانت في 2000، لا 2010 بالظبط، 2010. 2010. اها، لا ده هي كده زعلانه منك بقى، لازم تروح. جدا جدا، صح. جدا جدا. لا 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 وانا زعل، قلبي زعلان عليها. لا لا، وهي فركة كعب يعني، من أسيوط لإسكندرية 5 6 ساعات سهلة يعني، مش بعيدة. لا، ما هي سهلة، بس يعني هو شوية قيود الحياة، ما بقتش تطلع زي الأول. ده حقيقي. لكن زي ما بقول، الطفولة كلها كانت هناك. عايزة أقول لك إن إحنا كان معانا أصحابنا، كان بيجوا من بره، من بلجيكا ومن فرنسا، بيجوا بس علشان يقضي أسبوع في اسكندرية، يعني نسيب كل الجمال اللي في مصر، وبعدين لا لازم أول أسبوع بيكون في اسكندرية. خلي بالك اقول لك على حاجه، زمان ايام الـ 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 الاحتلال والاماكن دي، كانت اسكندريه دي معشوقه بقى للاوروبيين، يعني معشوقه لغايه دلوقتي. ممكن تلاقي يونانيين موجودين في اسكندريه لغايه دلوقتي وعايشين، مظبوط مظبوط. وفي ناس كبرت وعاشت وماتت ووصت الناس احفادهم لا ما تسيبوش البلد دي، وهم حسنوا ان هي بلدهم فعلا. عشان كده بقول لك عشق اسكندريه مش مقصور على المصريين بس، عشق اسكندريه ده يعني تقريبا من زي ما بيقولوا كده من كل حدب وصوب. ده حقيقي، اسكندريه تاريخ. صحيح صحيح صحيح. ميري صباح الفل، وتحياتنا لاهل اسيوط. هبعت بس نصر من خلال البرنامج بتاعكم. اتفضلي. تحيه كبيره لمدرسه النصر اسيوط صفقه، تحيه كبيره، دفعه 2002. بحب اصبح عليهم من تمام. عندكم ميري بتصبح عليكم، احلى تحيه واحلى صباح. ميرسي ميرسي. صباح الفل، صباح الفل يا ميري. صباح الفل، باي باي. باي. ايهاب، استاذ ايهاب، استاذ ايهاب. صباح الخير يا فندم. صباح الفل، ازيك يا استاذ؟ صباح الخير عليك. الحمد لله، الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا فندم، الحمد لله. اسكندراني؟ لا انا من القاهره. احسن ناس، بس من عشاق اسكندريه طبعا. حبيبي احكي لي بقى، بتحب اسكندريه ليه طيب؟ والله اسكندريه جوها جميل. اسكندريه اتولدنا بحبها يعني. يعني هي اسكندريه اصلا لو احنا بنتكلم على جو فده شيء مفروغ منه يعني، واحنا لو بنتكلم على 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 حضاره وبنتكلم على على تاريخ ونتكلم على راحه نفسيه برضه اسكندريه. طبعا اسكندريه طبعا ليها الاولويه في اي مكان ممكن تروح، لو انت عايز تصفي ذهنك، عايز تقعد، عايز تهدي اعصابك. دي حقيقه، واسكندريه من اقدم المدن. ده حقيقه. بس في ناس دلوقتي بتقول لك ان اسكندريه اتزحمت واسكندريه بقت زحمه، فالناس اتجهت بقى تروح لا ساحل، تروح مش عارف شرم، تروح. دي حقيقه، لان هي قريبه من القاهره. وان انت تروح لها دي حاجه سهله. فعشان كده هي زحمه دايما.
وخصوصا في الصيف طبعا. عشان كده الناس اتجهت ان هي معظم سفرياتها اسكندريه تبقى في الشتاء عشان تبقى هاديه شويه. ومعظم اهل اسكندريه نفسهم في الصيف بيمشوا من اسكندريه. ده حقيقي. هم ناس كرة يعني بيسيبوا لنا المكان كده خلصوا انتوا براحتكم. ما اقبال غير الاسكندرانيه على اسكندريه في الصيف بيبقى كبير، ده حقيقه يعني. طيب هب انا هستغل انك انت معايا على الهوا كده واقول لك، قول كلمه كده لاهالي اسكندريه تقول لهم ايه؟ والله اقول لهم صباحكم فل، ورب ديم اسكندريه موجوده دايما بجمالها وجمال اهلها. حبيبي صباح الفل اهو. صباح الفل. صباح الفل. طيب هنرجع نتكلم مع بعض على 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 شويه حاجات، يعني حاجات اقتصاديه كده في محافظه اسكندريه. اسكندريه محطة مهمة جدا جدا في الاقتصاد المصري، بتمثل محطة كبيرة جدا، لأن اسكندرية فيها تعتبر فيها أهم المواني اللي موجودة في مصر. اسكندرية فيها ميناء اسكندرية، اسكندرية فيها ميناء الدخيلة، تعتبر أهم الصادرات والواردات بتتم من خلال المنتين دول. اسكندرية كمان بتتميز بأن هي سوق مفتوح، تميزها أن هي سوق مفتوح، يعني التجارة فيها رواج تجاري، فيها رواج ومش مرتبطة بسيزون، يعني مش مرتبطة بموسم، على مدار السنة بتلاقي حركة تجارية كويسة، الدنيا ماشية، الوضع الاقتصادي إلى حد ما مستقر وكويس، والتجارة ماشية، الأمور هناك يعني، والعوامل كمان، في عوامل كتيرة جدا بتساعد على الموضوع ده، يعني عامل المناخ، الناس بتدور على مناخ كويس هادي مريح. فبصراحة اسكندرية لو قعدنا نتكلم عليها كتير مش هنخلص يعني. فتحياتي لكل أهالي اسكندرية وصباح الفل. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنوني. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين مع تاني فقره من فقرات برنامجكم القهوه. النهارده انا حبيت اتكلم معاكم في حاجه مهمه جدا جدا جدا، وحاجه بتهم تقريبا كل الاسر المصريه، حاجه زي ما هي كانت مصدر ثقافي مهم جدا ومصدر الهام مهم جدا بالنسبه للمواطن المصري، على قد ما هي بقت ظهرت ليها سلبيات قويه جدا جدا وبقت تهدد مستوى أخلاقي لأجيال طالعة. أنا هتكلم معاكم في الفقرة دي عن علاقة الأطفال بالإنترنت، أو علاقة الأطفال بوسائل التواصل الاجتماعي عموما. في الوقت الحالي تقريبا ما تلاقيش طفل في مصر إلا طبعا يعني حاجات قليلة قوي أو فئة قليلة جدا بيبقى معاها الموبايل مرتبط بالإنترنت، الموبايل مرتبط ومفتوح على العالم. النهاردة احنا بنتكلم، هل ابني ولا ابنك ولا بنتي ولا بنتك لما يكون معاها الموبايل ده هي عندها كام سنة، وهي بتستخدمه ازاي او بيستخدمه ازاي؟ هل في رقابة منك او من مامتها عليها او عليه؟ طب انت عارف لما بيمسك الموبايل بتاعه هل هو ماسكه كده بيلعب بيه بس، ولا بيدخل على حاجة واثنين وثلاثة واربعة؟ ممكن الحاجات دي كلها بتأثر على المستوى الأخلاقي والسلوكي على المدى بالنسبة له. أنا أكون متخيل ومتوقع أن ابني طالع على 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 مستوى أخلاقي معين ومربيه على مستوى أخلاقي معين، أتفاجئ بعد كده أن هو اكتسب صفات من خلال الـ 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 الإنترنت أنا ما كنتش أعرف بيها. ده نتيجة إيه بقى؟ ده نتيجة أن أنا مش ملم، مش عارف ابني بيتعامل مع الوسيله دي ازاي، ما فيش رقابه عليه، ما فيش حاجه اسمها يعني انا ما
ارجع واروح شغلي واجي وانام واصحى واروح شغلي، مامته تبقى مشغوله في بيت بتعمل حاجتها مش عارف ايه، الولد لوحده، وخصوصا كمان في الفترات الاخيره ان احنا معظم الوقت دلوقتي تقريبا من شهر 2 وما فيش دراسه، ما الناس كلها ملتزمه بيوتها، فبقى الدنيا مفتوحه، بقت هي دي يعني النت ده او التليفون ده هو الشباك اللي احنا ممكن نبص عليه على نعرف بيه كل حاجه بتدور حوالينا. الانترنت حاجه قويه جدا وكويسه جدا، لكن في نفس الوقت لو هو الانترنت ده هيكون سبب ان هو يدمر عقليه طفلي وابني او بنتي، لا لا يبقى بلاها. يا اما اكون انا عارف حاكم سيطرتي على الوضع، وعارف وعامل رقابه على اولادي في البيت بيتعاملوا ازاي مع الوسيله دي، يا اما امنحها خالص، يا اما امنحها خالص. لازم احنا كاباء او امهات او رب اسره لازم يكون ليه دور مهم جدا في الموضوع ده. اصل انت ما تهملش وترجع تقول ده الولد ده تعبني، ده اصلا ده بقى بيعاند، ده بقى ما هو ده نتيجه اهمالنا احنا. انا لما اجي اسيب بنتي ولا ابني وانا مش عارف هو بيدخل على ايه، اليوتيوب مفتوح جدا ما فيهوش رقابه تمام، برغم ان هم استحدثوا في الاوقات الاخيره يعني برامج معينه مرتبطه بالكيدز او الاطفال بتدخل من خلالها تبقى ملزمه لاعمار معينه هي بتدخل عليها، لكن دي مش كله عارفها او مش كله عنده على الجهاز او مش كله بيتعامل من خلالها، لكن الاغلبيه العظمى ادخل يوتيوب ممكن هو يكون داخل على 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 جيم معين او لعبه معينه، اللعبه دي ممكن تدخله على حاجه تانية، يبص يلاقي نفسه دخل على حاجه ثالثه مش ملائمه تماما لا لعمره ولا لتفكيره ولا لاخلاقيات نحن. تمام كده، هنتكلم بتفاصيل زياده بس لما نطلع على تقريرنا ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. هناك اثار سلبيه للتكنولوجيا على الاطفال. قبل غزو التكنولوجيا لحياتنا كانت مخاوفنا على اطفالنا تقتصر على امور بسيطه يشترك بها معظم الاهالي، إلا أن الأمور لا تبقى على حالها والعالم في تقدم مستمر. فبعد دخول شبكة الإنترنت لعالمنا بات لا يخلو أي بيت منها. وعلى الرغم من فوائد التكنولوجيا الكثيرة إلا أن سلبياتها تفوق إيجابياتها في حال أن استخدمها الأطفال بشكل خاطئ بعيدا عن مراقبة الأبوين، حيث أصبح الكثير من الأطفال يدخلون إلى عالم الإنترنت بشكل أقرب إلى الإدمان، وبعض الأسر قد تتجاهل تلك المشكلة ظنا منها بأن الإنترنت له فوائد عظيمة للأطفال كونه مصدرا متميزا للحصول على المعلومات والتثقيف. إلا أن قضاء الأطفال لساعات طويلة أمام الشبكة العنكبوتية دون وعي أو رقابة يجعلهم عرضة للإنحراف أو فقدان الثقة بالنفس. أيضا الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا يزيد من صفات التوحد والإنعزالية عند الأطفال وقلة التواصل مع الآخرين، ويسبب جلوس الأطفال لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر أو الموبايل إجهاد الدماغ أو الكسل الفكري والجسدي. أيضا ألعاب الحروب والصراعات تجعل الطفل أكثر عرضة للعنف والعدوانية، كما أن الاستخدام الزائد أيضا للأجهزة التكنولوجية يسبب في اضطرابات في النوم وتراجع في الدراسة وعدم القدرة على التفكير. ومن جانبه أيضا أكدت دراسة ألمانية حديثة أن الاستهلاك المفرط للأجهزة الذكية للأطفال يبطئ من تطور اللغة وله صلة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. وكل هذه الدراسات التي أجريت على مخاطر استخدام الإنترنت عند الأطفال تشير إلى تشديد الرقابة وعدم ترك الأطفال أمام الشبكة العنكبوتية في غرف مغلقة والحرص على استخدام الإنترنت في مكان مفتوح وأمام أعين. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين عشان نكمل باقي كلامنا في فقرتنا النهاردة عن موضوع علاقة الإنترنت بالأطفال وتأثيرهم المباشر على 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 أطفالنا. وزي ما قلنا قبل التقرير السلبيات اللي ممكن تقع على 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 اطفالنا وتاثر عليهم بالسلب، زي ما شفنا في التقرير حاجات كتيره جدا من ضمنها كمان موضوع الـ 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 الالعاب الكتيره اللي بتنزل وكلها صراعات وكلها دم وكلها ضرب، بتربي بشكل كبير جدا وبشكل سريع جدا موضوع العدوانيه. انا يا طفلي هيبقى طالع كده عدواني، طالع مش متقبل الاخر، ما عندوش ثقافه تقبل الاخر لان هو اصلا اوريدي طالع بشكل
هو طالع كده عدواني نتيجه الالعاب اللي هو بيمارسها، نتيجه الـ 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 الحاجات اللي نازله له، لان هي كلها بتحض على الحاجات دي، كلها ضرب وخبط وحروب، والحاجات دي كلها بتساعد في اعوجاج السلوك لدى الطفل. فعشان كده احنا محتاجين الرقابه بتبقى اكبر من كده وتكون اقوى من كده. لازم نشوف اطفالنا، لازم يكون اصل هم القصه مش عندهم هم بس. انا طالما اديت ابني، اصل ده سلاح، طالما اديته لابني يبقى يا اما عرفه يتعامل بيه ازاي، يا اما ما ادهلوش خالص. يا اما عرفه، يعني انا مش هديله هديه كده اقول له خد واسيبه، هتفاجئ بعد كام شهر، بعد سنه، ان ابني تحول اخلاقيا، تحول فكريا، سلوكيا. لان كمان خلي بالك نقعد كتير جدا قدام النت وقدام التليفون. دكتوره جهاد، ازاي حضرتك؟ صباح الخير. صباح النور. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، والله بخير الحمد لله. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ دكتور جهاد، احنا دلوقتي بنتكلم في علاقه الاطفال بالانترنت. فبدايه كده وقبل ما نتكلم في اي حاجه، انا عايز اعرف بس منك المرحله السنيه المناسبه اللي معاه، اللي معاها كده نقدر نقول ان الطفل مناسب ان هو يقدر يتلائم يتعامل مع الوسيله دي. هو المفروض ان احنا ما نشتغلش او ما نبداش ندي الطفل الموبايل من قبل سن 9 سنين ل 11 سنه. تمام. وطبعا ده بيكون تحت رقابه يعني. بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك والواتساب والحاجات دي، المفروض ان احنا ما نبدأش نديهم الحاجات دي عند سن 13 وانت طالع يعني. طبعا الولاد بيعملوا اكونتات اقل من كده وبيدخلوا في سن قبل كده يعني. بالظبط بالظبط. بس بصفة عامة الموضوع بتاع الانترنت ما نقدرش ان احنا يعني نمنعه خالص، لان احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا مش هنقدر نمنعه خالص. لكن احنا بنتكلم على اساس ان هو يكون بشكل مقنن. تمام طبعا. يعني انت حضرتك اكيد ادرى، فما فيش التقنيه الموجوده ان احنا الطفل يدخل هنا وما يدخلش هنا. هي التقنيه الوحيده هي اعتقد من وجهه نظري ان هي في ايد الاب والام. طبعا. فهل طبعا الاساس تربيه الاب والام. لو انا ربيت الطفل نفسه على ان في ثقه بيني وبين الطفل نفسه، وربيته على انه ايه هو المحتوى اللي هو يتعامل بيه، اكيد هيبقى راقي على نفسه يعني. تمام. طيب دكتور حضرتك، لو احنا اتكلمنا على الـ على الـ على تاثير الانترنت على المستوى السلوكي، تمام، لو ما فيش رقابه، ده بيبقى تأثيره على المدى ازاي؟ والتأثير والسلوك ده بيتطور بشكل قد ايه في الطفل؟ تمام. لما اجي اتكلم عن مخاطر بتاعة الانترنت بصفة عامة، واجي ابص على الانترنت، لو جيت بصيت وحللت كده المخاطر بتاعة الانترنت، هبص لها من ثلاث جوانب. اول جانب، جانب المحتوى نفسه اللي بيتقدم. ما هو المحتوى ده هو اللي بيعملنا المشاكل بتاعة السلوك، يبقى جانب المحتوى وجانب السلوك، وازاي بيأثر على التواصل. تمام. احنا دلوقتي بصراحة يا استاذ عوني، يعني في اطفال بيفتحوا النت واولياء الامور بيدوهم الموبايلات عندهم سنة، اتفرجوا على 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 فيديوهات على اليوتيوب. ده حقيقي. يعني اطفال سنهم سنة. فحضرتك تخيل المحتوى في اليوتيوب نفسه، في بعض الحاجات والمحتويات ما ينفعش اساسا ان الاطفال يشوفوها يعني. بالظبط بالظبط. يعني في مواقع إباحية، في مواقع بتحرض على العنف مثلا. بالزبط. كل الحاجات دي الطفل بيتقبلها من غير ما يعرف ولا حد يوجهه ان ده صح وده غلط. صحيح. فده طبعا لازم يأثر على سلوك الطفل نفسه، فنلاقي الطفل ده بدأ ينطوي. بالظبط. ومش حابب يتعامل مع حد على طول في اوضته، مش عايز يكلم حد. الطفل بقى عدواني جدا، عدواني، لان انا خلاص انا حياتي كلها الموبايل والكمبيوتر، وانا مش في دماغي اتعامل مع حد، فانت هتحاول تطلعني من الدايره دي، فهتلاقيني هتوتر وهتلاقيني متعصب عليك. بالظبط. كمان شخصيته، بتلاقي شخصيته ضعيفه جدا جدا جدا، ما عندوش ثقه بنفسه، ما عندوش شغف خالص باي حاجه ولا اي العاب. ممكن تلاقي اطفال، كان طفل مثلا كان بيلعب وكان بيروح تدريب وكان بيرسم، اتحول تاني بعد ما استخدم الاجهزه دي واتعود عليها، اتحول تاني لشخص انطوائي، شخص ما عندوش اي تفاعل خالص ولا له اي اهتمامات خالص في حياته. ده طبعا يعني احنا الولاد في المرحله دي
يهمنا ان هم يتعلموا اكتر، يهمنا ان هم يكتسبوا مهارات ومعلومات اكتر يستفيدوا. حضرتك كمان عايزه اقول لحضرتك على حاجه، في ولاد امهات بتتبسط قوي ان ولادها معلوماتهم كتير، يعني عادي يقول لي معلومات وتقولي ده بيستفيد من الانترنت. في حاجه، في متلازمه اسمها متلازمه الانهاك المعلوماتي. المتلازمه دي بتحصل لما الطفل نفسه بيفضل يتقبل معلومات، انا عمال افتح الموقع ده والموقع ده والموقع ده، وفي في معلومات مغلوطه، مش كل المعلومات صح، وما فيش توجيه من الاب والام نفسه، يعني لازم الاب والام يكون عندهم رقابه على الموضوع ده. الولاد دول بجد بيصعبوا عليا، يعني انا من خلال الشغل بتاعي لما بتعامل مع اولاد عندهم مشكله في الموضوع ده، هو الولد فاصل خالص، فاكر ان هو عبقرينه، وانت قاعد تتكلم معاه قاعد يتكلم ويقول لك تخيل كذا وتعرف معلومه كذا، وهو ثلاث ارباع المعلومات بتاعته مغلوطه. صحيح. وهيكون صعب ان انت تغير فكره، لان الولد قعد لفتره طويله الام والاب بيشجعوه على اساس ان هو بيكتسب معلومات. تمام تمام دكتور. تمام مع حضرتك دكتور جهاد، احنا بنشكر حضرتك جدا جدا، وهنربط المعلومه الاخيره اللي حضرتك قلتيها دلوقتي ان هو من الناحيه التكنولوجيه بالمكالمه اللي هتكون معانا دلوقتي دكتور جويريه احمد. الو الو جويرية، دكتور جويرية. طيب هنعود الاتصال مرة تانية. نرجع للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، زي ما قال الدكتور جهاد من شوية، ان الموضوع على المستوى الطبي النفسي مهم جدا ان انت تبقى مراقب على اطفالك في سن معينة. انا ما ينفعش، هو مش 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 عشان انا عايز اخلي ابني معاه تقنيه كويسه ولا حاجه استعجل عليه واديهوله في سن هو مش هيعرف يستخدمه ازاي. اصل يا اما انا اديله الحاجه ويعرف يستخدمها بشكل معين وشكله كويس وشكله مفيد ليه، يا اما ما ادهلوش. القصه بالنسبه لي انا ممكن اديله حاجه هو هيدمر بيها نفسه، وانا هتفاجئ بعد كده بتبلور شخصيه مختلفه خالص عن اللي انا اعرفها عن ابني. او انا استاذه جويرية، صباح الخير. صباح الخير، ازي حضرتك؟ خليني ارحب، الحمد لله تمام. خليني ارحب الاول بحضرتك وبفريق عمل البرنامج. اهلا بيك. ربنا يخليك. البرنامج حلو جدا جدا، وبصراحه الفقره دي حلوه قوي، يعني بتهم كل بيت. شكرا ليكي. دكتور جويرية، احنا خلينا في الاول نتكلم على من ناحيه التكنولوجيه، ازاي اقدر اسيطر بشكل علمي على المشكله دي؟ تمام. هو المفروض ان احنا ولادنا بتقابلهم مخاطر كتير على عند استخدام الانترنت. تمام. ففي المفروض ان انا بربط في استخدام برامج حمايه ان انا بقدر اعملها. تمام. من خلالها ان انا بعملها بحيث اقدر اتابع ابني. تمام. في برنامج مثلا اسمه نورتن اونلاين فاميلي. تمام. ده بيخليني ان انا ممكن بيسمح للاهل بمراقبه المواقع اللي بيزورها اطفالهم. تمام. في كمان برنامج ويندوز ليف فاميلي سيفتي، ده برضو برنامج بيتيح حظر مواقع معينة بتحكم برضو من خلالها ان ابني ما يدخلش على اي موقع انا قلقانة منه، او ان هو يدخل على اي حاجة يعني. تمام. كمان في ممكن برضو حاجة بسيطة اقدر اعملها، ان انا بعمل الايميله، بربط اعمل ايميله هو مرتبط بايميلي، بحيث برضو اي حاجه هو يبتدي يدخل عليها هي اوتوماتيك جايه لي، انا بعرف ابني دخل على ايه من خلال الايميل دوت. كمان برضو ان انا ممكن اتابعه من بعيد، ان انا ادخل اشوف برضو موبايله دخل على ايه ما شافش ايه، برضو الحاجات دي بتبقى مهمه جدا من خلال المتابعه يعني. يعني تقنيا يمكن السيطره على الوضع يعني؟ طبعا طبعا، في برامج معينه للكيدز بنعملها بندخلها بحيث نتابع اولادنا من خلالها. تمام. بس دي من ناحيه كناحيه تكنولوجيا، لكن برضو في نواحي تانية. تمام. بقدر اوعي بيها ابني ان انا برضو بحدد له وقت جلوسه على الانترنت دوت، بيكون برضو من خلالي انا وانا قاعده برضو عشان اتابعه. تمام. برضو بحدد له مواقع برضو تكون مفيده لي وبتنمي مواهبه وبتنمي قدراته ويقدر هو يستفيد منها. دكتور جويرية، احنا بنشكر حضرتك جدا على المداخله القويه دي.
ودلوقتي هنطلع لفاصل وهنرجع تاني عشان نبدأ الفقرة الثالثة معانا، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نبدا في ثالث فقره معانا النهارده، وامتدادا من الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على الـ على الـ على نصف المجتمع وعلى سيدات مصر. النهارده بنكمل برضو بشكل مختلف. المره اللي فاتت كنا بنتكلم على عنايه بالبشره، النهارده بنتكلم على عنايه بالشعر والمشاكل اللي بتواجه سيدات مصر في موضوع الشعر والعنايه بالشعر والتساقط وحاجات كتيره جدا. عشان كده النهارده بنستقبل ضيفتنا وضيفتكم مدام هنادي غنيم، اهلا بيكي. اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. احب اشكرك وبشكركم على استضافتكم الكريمه. اهلا بيكي، انت شرفتينا. تسلم يا رب. مدام هنادي، فهنا انت اكيد اضرب بما ان حضرتك خبيره في الموضوع، إن 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 موضوع التساقط وموضوع مشاكل الشعر وفروة الشعر والحاجات دي كلها كتير جدا بيعاني منها، مش على مستوى النساء بس كمان، لا ده كمان على مستوى الرجال والشباب وكله. بداية وقبل أي حاجة، إحنا بنتكلم دلوقتي في نقطة معينة، إيه هي أكتر حاجة ممكن بتميزك عن الناس، عن باقي المتخصصين في المجال ده؟ أول شيء المفروض يكون في دقة بالشغل وبالتعامل، ويكون في مثلا يعني نحن لما نشوف عميلة مثلا تقلي إنه مثلا هذا الشعر شعري بيوقع أو بيتساقط أو أي شيء، المفروض أنا أعطيها الحل المناسب لها. مثلا مثل إذا في تساقط أنا ممكن إلا مثلا على علاجات، على زيوت. تمام. ما مثلا إذا قالت لي مثلا أنا شعري عم يتساقط وأنا عايزة أعمل صبغة، هون أنا المفروض ما أشتغل لها. هون بيصفى هون التميز بالشغل، انه انا والله مو موضوع انه الماده الاهم حاجه. اهم شيء تكون شيء انه الواحد يعرف انه هذا الشعر بيناسبه الطلب اللي هي طالبته. مثلا اذا عايزه صبغه لا ما بعملها صبغه، اذا في شعر يعني لو الشعر فيه مشكله وهي جايه تطلب حاجه معينه انت بترفض الموضوع ده؟ طبعا برفضه. ما بيصير نشتغل عليه لانه حيزيد اكثر وقوعه وحيزيد اكثر تساقطه وتعبه اكثر. على المستوى البعيد الفروه بالنسبه لفروه الراس نفسها بتتعب، بتنهك طبعا يعني. بتتعب فروه الشعر بما انه عم يتساقط، هي الفروه هون متهالكه يعني. تمام. مو متحمله مواد كيماويه، مو متحمله شد، مو متحمله اي حاجه انه ينحط عليها، الا بالعكس غذاءات اكثر ما يكون نوع يعني نحط عليها صبغات او اي حاجه، هي دي اللي بتميز عن باقي الناس يعني المتخصصين. تمام. طيب هنرجع فاصل صغير وهنرجع لكم عشان نكمل مع مدام هنادي، استنونا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نكمل حوارنا وحديثنا الممتع مع مدام هنادي غنيم. مدام هنادي، احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على شويه النصائح الحركة اللي كنت بتقولها لي. طيب لو احنا بنتكلم على مده الشعر بعد الفرد بتقعد قد ايه؟ هلا مده الفرد بتيجي من سنه لسنه ونص. من السنه للسنه ونص. تمام. بس كل ست شهور المفروض انه نحن نعيد جذور الشعر عشان بقى نحن نقدر نضل عم مواصلين بطول الشعر انه يبقى مفروض. وطبعا هذا الشيء في ناس ما بيضل شعرها للسنه يعني انه مفروض. ليش؟ لانه اول شيء جوده الماده لازم تكون كويسه، ثاني شيء بده يكون الكبس تبع البيبيليس القوي واخذ كفايته بالكبس، ثالث شيء المفروض يكون الشعر الشامبو مره او مرتين بالاسبوع تستحمى فيه لازم يكون خالي من الصوديوم. غير هيك الشعر اذا ما تستخدم الشامبو والبلسم ست شهور بتلاقي نزلت ماده البروتين منه. ست شهور. فلازم الحفاظ على الشامبو والبلسم الزيرو صوديوم للبروتين. لو كان الشعر ناعم او خشن لازم يستخدم. بيقعد معك من السنه للسنه ونص، بس طبعا لازم كل ست شهور اعادته، بس انه يتعاد الجذور بس.
يعني حضرتك بتقولي ان هو لازم يكون في رولز معينه وقواعد معينه لازم الـ 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 يلتزموا بيها عشان يقدروا يحافظوا على مده فرد الشعر لاطول فتره ممكن. طبعا لازم كمان جوده الماده لازم تكون ماده جيده. مو اي ماده بتعطيك نوع فرد وطراوه ورطوبه بالشعر. يعني متهيألي ان كل ما يكون العلاج او البلسم او الشامبو في كيماويات كتيرة كل ما يكون في ضرر أكتر تأثير سلبي طبعاً على الشعر طبعا حتى اللي بيطلع سيء إن كان من الشامبو أو من المادة من الاثنين في أنواع شامبو كمان اللي بتستخدمها بعد البروتين فيها حاجات بتوقع الشعر دي بتكون الصوديوم فيها عالي الصوديوم عالي وطبعا في فروة الشعر أو الشعر نفسها بتبقى مختلفة من شخص لشخص أكيد ولا هي يعني في مثلا شعر بتبقى في شعرات بتبقى دهنيه مثلا طبعا في شعر دهني في شعر جاف في شعر ناشف يعني حسب انواع الشعر وهو بنستخدم له طبعا الحاجات دي بنستخدم له انواع بروتين معين تمام معانا سالم من القاهره الو مدام سالي الو ايوه السلام عليكم صباح الخير وعليكم السلام ورحمه الله ازي حضرتك انا كنت عايزه اكلم مدام هنيجي اسالها على اسئله اتفضلي هي معاكي ايوه اتفضلي ازيك يا مدام هنيجي عامله ايه اهلا وسهلا حبيبتي عامله ايه الحمد لله بقول لك انا عندي مشكله في شعري عندي قشر كتير في شعري تمام عندك ممكن اعمل ايه وصفات طبيعيه مثلا للشعر ده عشان القشره وفي نفس الوقت شعري برضه خفيف وبيقع تمام هلا اول حاجه للقشره والمفروض نحن نستخدم انواع شامبو معينه يعني الشامبوهات المفروض يكون شامبوهات طبية غير طبي لح يزيد أكتر القشرة ويزيد أكتر الوقوع الشعر أنا بنصح أحلى شامبو أنا يعني بنصح فيه دائما العميلات عندي هو الكينازول الكينازول ممتاز للفطريات وللأكزيما ولو للقشرة يعني أنا بنصح أنه إذا عندك ضرر بموضوع القشرة أو الشعر عم يقع أنك تستخدمي هذا الشامبو من أي صيدلية بتلاقي ووقوع الشعر ان شاء الله بيخف بهذا يعني هي بتكون بس محتاجه ده محتاجه انه يكون شامبو طبي لانه القشره لازم تعالجها اول شيء لانه هي القشره اللي بتوقع الشعر فلما بتستخدم القشره مثلا الحاجات دي اللي تدوبها وتخففها فالشعر خلص ما بقى يوقع لانه دي انواع من انواع المرض الجلدي اكزيما الفطريات هي كلها البنسلين الممتاز والكينازول بس كده النوعين دول ممتازين شكرا شكرا مدام سالم قاهر طيب معانا سماح مدام سماح الو طيب هترجع لنا تاني طيب هنرجع لكلامنا مع حضرتك يعني هي الفكره كلها ان الموضوع بيبقى رولز معينة مش مجرد فرد وخلاص يعني لا طبعا في أنواع معينة للفرد يعني مثلا أنا عندي شعر ناعم بس فيه هيشان أنا ما فيني استخدم له مثلا نوع بروتين عالي الحمضيات أنا بستخدم له نوع فيه مثلا نسبة قليلة من الحمضيات وبعلي له الكولاجين الكولاجين منه نوع بيعطي رطوبة للشعر وبيعطي تغذية وبيوقف وقوع الشعر ومنه بنفس الوقت بيعطيك فرد طبعا وفي ناس ما بحط لها خالص بروتين الا كولاجين لحاله انواع شعر طبعا يعني هي القصه كلها بتبقى يعني كانها زي اتنين في واحد يعني انت حضرتك الشعر بتنعم وبتتفرد وفي نفس الوقت بتعالجي طبعا بالكولاجين والبروتين في بقى هون انا الحالات الشعر اللي بشوفها هون انا بحدد لها يا تاخذ كولاجين لوحده يا تاخذ بروتين وكولاجين يا حاجه لوحدها او الاثنين مع بعض كويس جدا طيب الشعر المجعد متهيألي يعني الشعر المجعد ده من اكتر المشاكل اللي ممكن تواجهك اثناء علاج حاله معينه صح كده طبعا الشعر طبعاً. لما بيكون مجعد يعني اول شيء نسبه الفرد بدنا نحطها فيه الامونيا حتكون شوي عاليه شوي يعني الحمضيات تبعه حتكون عاليه الكبس بالشعر حيكون اكثر من الكبس لما بكون انا عم اشتغل بشعر ناعم يعني بدل ما احط مثلا 15 مره بحط 20 مره فبرضه كمان اذا في الشعر لانه اكثر نسبه فرد شعر مدام عبير خير صباح الخير صباح النور اتفضلي
انا احب اشكر هنادي جدا. انا زبون عند هنادي بقالي سنين، بقالنا 5 سنين. كنت بتعامل مع حد تاني وبعد كده رحت لها وسمعت عنها طبعا وصلتها الطيبة. احب اقول ان هي ما شاء الله من اكتر الناس اللي عندها ضمير جدا. هي معاكي وسمعاكي اصلا يعني. تسلمي يا عبير حبيبه قلبي. صباح الفل حبيبتي. صباح النور يا عامله ايه؟ يا هلا حبيبتي، كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله حبيبتي تمام. الله يخليكي يا رب. والله حبيت اتصل اقول بس شهاده حق في حقك يعني. عشان تسلمي يا رب، كلك ذوق. تسلمي لي حبيبتي. الناس كلها عارفه ان انت يعني الكوافير بتاعي اللي بعمل عندك على طول، وكلهم عارفين شعري دايما من عندك، ودايما يسالوني اللون ده منين اقول لهم من عند هنادي. الجمال ده منين اقول لهم من عند هنادي. خلي لي اياكي يا رب. حق في حقك يعني، كان لازم اقولها. شكرا. واهم حاجه عندك الضمير ما شاء الله يعني. شكرا. لو انا دايما فاكره الالوانات اللي كنت اقول لك اعملها لي تقولي لا مش هينفع عشان هتبوظ شعرك. فاكره فاكره. فما شاء الله عليك يعني. تسلمي لي يا رب. يا رب دايما في تقدم كده، وربنا يكرمك على طول. الله يخليكي يا رب حبيبتي عبير. شكرا. شكرا لحضرتك. طيب اخر سؤال، لو احنا بنتكلم على الناس المقدره الماديه، بالنسبه في ناس معينه ما عندهاش المقدره الماديه ان هي تقدر تروح وتعمل الحاجات دي كلها، في حاجات بديله تكون بسيطه ممكن تتعمل تحل محل الحاجات دي؟ هلا الحاجات اذا فرد الشعر ما بنصح انه حدا يعملها بالبيت، لانه ما في شيء بيفرد. اما اذا تغذيه وتطريه للشعر، في حاجات مثل الزيوت الطبيعيه مثل حمامات كريم. هلا اذا ممكن اذا استخدمت مره بالاسبوع زيت زيتون وزيت الجرجير وزيت الخروع وحطتهم مره بالاسبوع لمده يوم مثلا، تحطهم بالليل تغسله ثاني يوم، بس طبعا تغسله بطريقه معينه، لانه الزيت اذا تغسل بيشرب اكثر بالشعر، واذا ضل على الشعر فتره طويله بيعمل اكسده بالشعر. تمام. فبيعمل تقصيف بدل ما يعمل علاج. بالنصيحه الاخيره دي نكون وصلنا لنهايه الفقره، على وعد انك انت هتكوني معنا تاني ان شاء الله. ان شاء الله في حلقات جديده، ان شاء الله في تطور اكتر وتجديد اكتر. تحياتي ليكم، وان شاء الله حلقه جديده من القهوه الخميس الجاي الساعه 11. استنونا، الى اللقاء.